داكشي اللي ما قراوكش وما قراونيش على الرايه ديال المغرب، وشكون اللي صنعها، شكون اللي اخترعها، وشكون اللي رسمها؟ كاين اللي كيقول لك الملايين ديال المغاربه كيهزوها وحتى شي واحد ما عارف اصلها. واش بصح كما كيدونوا الرايه ديال المغاربه فرنسا اللي قادتها وليوطي هو اللي رسمها بيدو؟ اولا هادشي كله كذوب على التاريخ، والقضيه اكثر من هاد الشائعات والهضره ديال الحمامات. الا كان هادشي كله كذوب او بصح، اين وحده فهادو كانت رايتنا؟ حنا في المغرب عندنا واحد النقص في التملك البصري ديال التاريخ وديال الهويه ديالنا، لان ما كاينينش مصادر مرسومه. في هاد الفيديو غادي نعرفوا شي حوايج اللي عمرنا في حياتنا سمعناه ولا قرينا عليهم ولا شفناه. لأول مرة كنشوفوا الجيوش ديال الموحدين خارجين من النص. سركين هنا، داكشي اللي ما قراوكش وما قراونيش على التاريخ ديال الرايه ديال المغرب، موراها بزاف ديال القصص، ما غتلقاه لا في جوجل لا في ويكيبيديا ولا في حتى شات جي بي تي. وحنا غادي نلخصوا كل شيء هنا. ركز مزيان وشد معايا راس الخيط، ولا كنتي شاد التليفون هكا قلبوا هكا وما تطلقوش حتى لاخر ثانيه في الفيديو. بسم الله، انا امين العوني وهذه سلسله داكشي اللي ما قراوكش. كالعادة وفي كاع الفيديوهات أول حاجة كنتفهموا عليها أننا نصبروا حيت كنرجعوا من الجذور ديال الحكاية. إلا رجعنا للتاريخ وكيف ما هو مذكور في المصادر، ضروري أول حاجة غادي نديرو هي غادي نمشيو للمدينة المنورة فين بدات كتبان أول راية ديال المسلمين. ها هو الرسول، الله أكبر، ها هو الرسول. العقاب، فاش الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة وجلس فيها دار واحد الراية. هادي عرفت كاش كتخيل، هاديك اللي كنا كنشوفو في فيلم ديال الرسالة كانوا كيتقاتلوا عليها، وفاش الكفار كيمشيو يضربوا اللي هزها كانوا الصحابة والجيش ديال المسلمين كيجري ديريكت للراية ويشدها باش ما طيحش. هاديك الراية اللي كنتو كتشوفو في الحقيقة احنا ما متأكدينش واش بصح اللون ديالها كان ابيض، حيت دابا المحدثون هما الناس اللي كيحدثونا على داكشي اللي كان كيوقع في العهد ديال الرسول عليه الصلاه والسلام حتى كيوصلنا، وهما مختلفين في اشمن لون كان عند الرسول عليه الصلاه والسلام. كاين بزاف منهم اللي كيقول بان الرسول عليه الصلاه والسلام كان عزيز عليه اللون الابيض، وكانت الرايه اللي كيخدمها وسط الحرب بيضه، وكاين اللي كيقول العكس كانت كحله، وشي وحدين اخرين جاوا هكا وهكا وكيقولوا باللي كانت كحله وبيضه، وواحدين اخرين قالوا باللي كانت صفراء. صفراء؟ واخا، دابا حنا كنديروا نعرفوا هذا اللون. كاين واحد الحل، ياك الامويين دخلوا للمغرب حيت من بعد ما مات الرسول عليه الصلاه والسلام غيجيو ربعه ديال الخلفاء من بعد، ومن بعد غادي يجيو الامويين، هاد الامويين غيكونوا واحد الامبراطوريه كبيره، جاو دخلوا للمغرب. شكون في نظركم اللي غادي يكون اول والي اموي في المغرب؟ طارق بن زياد. وقد رايت ان اولي عليها طارق بن زياد لما شهد له من رجاحه عقل. هادي اللي قلت لك دابا غير خليها في ودنك ورجع معايا. شكون اللي جا من بعد الامويين في 750؟ العباسيين، حيت هما اللي جاو وطيروا الامويين. هنا بالضبط فاش غتوقع هاد الخروطه جالوطه وحنا يلا وصلنا للمغرب، المصادر بقات كتقول لينا اشمن لون الرايه ديال العباسيين واشمن لون الرايه ديال الامويين كانت رايتهم بيضاء، والعباسيين اللي جاو قلبوها على الامويين كانت رايتهم كحله. الرايه الكحله على ما كيقولوا المصادر انها هي اول رايه كتبان هويه بصريه ديال المسلمين، وهاد الرايه الكحله كانت كتمثل القوه والسلطه العباسيين، لدرجة أن أي واحد منهم كيبغي يخرج عليهم ولا كيبغي يعلن عليهم ثورة كيمشي كيجري أول حاجة يديرها هي يبدل لون الراية اللي غادي يتزعمها. بحال مثلا البلان اللي كان كيوقع ما بين الفاطميين والعباسيين ولا الخوارج اللي كانوا في المغرب وكانوا في بزاف ديال البلايص وكانوا كيهزوا الراية الحمراء. هنا أجي معايا المغرب، حنا دابا بشوية كندخلوا للمغرب، كانوا بزاف ديال الممالك والإمارات من الموريين حتى الليفرانيين، من القرن 3 قبل الميلاد حتى القرن 10 من بعد الميلاد، وطبعا حتى بورغواطا والأدارسة وبنو مدرار وزيد وزيد ما عمرنا غنسالي. هاد الممالك وهاد الإمارات اللي كنهضروا عليهم راه كان عندهم رايات، أنا عارف أنكم كتسناوني نقول لكم أش من رايات كان عندهم، ولكن ما عندنا حتى شي معلومات ولا شي مصدر كيقول لنا كي كانوا دايرين هاد الرايات، منين كانوا مأنسبيرين وكيفاش كانوا الألوان ديالهم. لكن بلاتي عندي لكم واحد الهدية، هاد الشخص هو اللي غادي نشدو مع راس الخيط ديال المغرب. منتصف القرن 11، يلا دابا غيبدا يسخن الطرح. رحبوا معي في دماغ المرابطين الاول، مؤسس الامبراطوريه المرابطيه اللي جا قلب المغرب سفاعله على قلبه بالفكر، وهو اللي غادي نرجعوا نلقاو معاه راس الخيط، المثقف العضوي جدنا الاول عبد الله بن ياسين. يا جند الله سيروا على بركه الله الى نصر الله. ما كان طالب بسيط جدا
وسط الصحراء، هو اللي غادي يختار على المغرب صناعة سياسية اقتصادية دينية محلية الصنع، وعلى ما يبدو حتى راية جديدة ما يدين مروكو في المغرب. ما عند العباسيين الأموية اللي تعرف تصنعات في المغرب، أنا متأكد وأكد وأجزم أغلبية ديالنا ما عمرو شافها. الراية ديال المرابطين ديال المغاربة غتبان فاش كان في المصادر، غتبان في واحد الطريقة غريبة. المهم عبد الله بن ياسين كان عنده شي مشاكل في تفيلات، كان غادي يدير واحد الحملة عسكرية باش صافي يصفي الأمور تما. في ديك الحملة العسكرية كانوا بزاف ديال الجيوش، إلا كنتي أنت من البعيد وعايش في ديك البلاصة في ديك الوقت غادي تلقى الجيوش ديال المرابطين جايين صفوا في صفوف مقادين. غير هو غتلاحظ واحد الملاحظة بشكل، واحد خارج من الصف أو هادو جيوش نظامية، هز واحد الراية إلا ميلها كيميلوا لتحت ولا طلعها كيوقفوا سيستم ديال الحرب. وقتاش كيهبطوا لتحت وقتاش كيطلعوا، هادشي جديد علينا أصلا. عبد الله بن ياسين كان أصلا عبقري، راه كنقول لك أسس إمبراطورية، فكر سياسي حربي كلشي. واخا هاد الراية اللي كان هز هاد السيد هادوك اللي شافوها كي كانت دايرة علام دابا بديتو كتشوف داش كتوضح شويه الصوره بشويه بشويه. سيريا ايام وجي ايام، الامير ديال المرابطين علي بن يوسف بن التشافي جالس ما به ما عليه في القصر ديالو مرتاح. شويه كتوصل واحد الخبر، اش واقع مالكو سيدي؟ قالك راه شي فقيه جايب شي مذهب ماشي هو كاع مختلف علينا، وراه باغي يدير مناظره مع الفقهاء ديالنا ديال الامبراطوريه ديالنا جامعهم كاملين، باغي يدير معاهم مناظره، وراه خصك تكون حاضر. فقيه هو واحد الفقيه داخل وقاها جالسين هي يوسف المتشافي. سيداتي وسادتي ليديز اند جنتلمن، رحبوا معايا بي اللي غادي يقضي على هادو كاملين اللي قدامه، الامبراطوريه المرابطيه كلها، وغادي ياسس الامبراطوريه الموحديه، واللي غادي نتبعوا معاه الخيط اللي لقينا راسو مع الموحدين، حيت هما اللي عطاونا اللون والشكل. سماح دابا اش غادي يطرى؟ بنتو مارت في المجمع حكمهم، المناظره ربحها كامله، كانت عنده قوه لسان، مثقف، كان سياسي محنك ديال بصح وفاهم اش كيدير. المستشارين ديال بنتها شفين هنا فاش شافوا هاد الشيء، قالوا شوف اسيدي هذا راه كيقول البهتان، وراه خصنا نقتلوه، راه ما خصوش يخرج من المدينه، على حسب هاد الشيء اللي كيقول راه غينوض لنا الفتنه في البلاد، حنا ما قادين على صداع بنت شفين، وحنا يلاه دايرين امبراطوريه. ساعه بنتها شفين كان قلبه حنين وعشيش، قال له غير خرجوا برا المدينه بلا ما تقتلوه بلا والو، وقال لك اسيدي اللي حن كيتمحن، ولا ما قتلتيش تموت. كان هذا هو السبب باش طاحت الامبراطوريه المرابطيه، حيت الفقيه اللي كان تسناو بركته جا ودخل للجامع ماشي ببلغته، دخل بالجيش ديالو، خرج من المدينه وقنع الناس بالخطاب ديالو، وكلشي ولا كيامن به، وجا عبد المؤمن بعده واحد من الاتباع ديالو، خلاو الامبراطوريه الموحديه تكبر كبر من اللي كانت الامبراطوريه المرابطيه. فين وصلت في نظرك هذه الموحديه؟ فين وصلت؟ غير تخيل، غير عيش معايا، غير تخيل، جهه اسبانيا، البرتغال، جهه فرنسا، ديناها لتحت، السنغال حتى هي ديناها، جهه الجزائر وداك بلادنا كلشي ديالنا، تونس، ليبيا حتى هي داخله في الحكم ديال الموحدين. اسمع 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 مزيان، اسمع مزيان الله يحفظك، اسمع اش كانوا كيقولوا المغاربه ديك الساعه، ولاو كيعيطوا لمضيق جبل طارق هذا كيعيطوا له الزقاق، يعني بالدارجه الزنيقه، المسافه اللي ما بين المغرب واسبانيا كانوا كيعيطوا لها الزقاق. نعطيك غير واحد المثال تقريب، مثلا المغربي جالس فاس ولا كعزة ولا داخلة جالس، قال له راسو يهبط القرطبة ولا غرناطة ولا ليبيا ولا تونس، غدا ولا بعد غدا تلقاه فيها. المغربي في عهد الموحدين بالنسبة لي عادي، غرناطة راه غير هنا، وتونس راه غير هنا، ومالي راه غير هنا، واحد النيفو ديال اتساع، اتساع الخطر كان عند المغاربة ديك الساعة، متساعين الناس مرتاحة. رجع دابا معايا، هاد الموحدين اش من راية كانت عندهم؟ فين هي الراية في هاد الشيء؟ فاش الموحدين طلعوا وبغاو يوحدوا العالم الإسلامي كامل، كتبان لنا في المصادر واحد الراية قدها قداش بيضاء ناصعة وفيها كتابة بالدهبي، ومعاها 16 راية أخرى وسط الجيش ديال الموحدين، كل راية كتمثل جهة أو قبيلة أو فرقة وسط هاد الإمبراطورية، جيش واحد. هاد الرايات منين غتشوفهم مرسومين في المصادر هما اللي غادي تبدا معاهم الإشارات الأولى منين جات النجمة في الراية. لا غالب إلا الله. دابا شتو ديال الموحدين؟ وصلنا له، وقلت لكم باللي كانت 16 راية، ركز معايا دابا حيت غيبدا يطلع النيفو شويه. لحسن الحظ كاين هاد الرسوم اللي كيخليونا اننا نكتشفوا جانب جديد من التاريخ ديالنا، فهاد الصور ديال الحرب اللي كيخص الموضوع ديالنا يغلقوا مجموعه من الاعلام والرايات الموحديه بما فيهم الرايه الكبيره اللي كنعيطوا لها العالم المنصور، ولكن كنلقاو كاع دوك الرايات الاخرين اللي كانوا كيجيو معاها باش يبينوا بانها هي اعظم وحده. واللي مهم ان هاد الرايات
الحياه هي كيكونوا مزوقين بادعيه وايات ديال القران. وهنا غادي نجيو لواحد الرموز اللي كنعرفوهم بزاف، الهلال والنجمات من ناحيه اخرى. النجمات اللي في هاد الرايات نجمات معروفين بزاف لانهم كانوا موجودين في الفن المغربي منذ القديم. الزليج، المخطوطات القدام في الخشب، كنلقاوهم في القبص، ولكن اللي مهم بالنسبه لنا اليوم هما كنلقاوهم في الاعلام والرايات. النجمه الخماسيه، السداسيه، الثمانيه. ماشي غير هادشي وصافي، مازال غتصدموا. في الوقت اللي الموحدين حاكمين شده في المغرب وحتى في الاندلس، كتوصل الخبر باللي الملك الفونسو شي رقم 8 ولا 9، المهم 8 ولا 9، اللي كانوا الموحدين قاهرينه وعاطينو علاش كيقلب، وكان طحنوا الجيش الموحدي في الاندلس وبقات وحله ليه هنا. علاش؟ باش نخسروا. نض هذا الملك الفونسو كيجمع الجيوش ديال اوروبا كاملين بلغه الكره، بحال اللي غيديروا الروتور على الالي اللي كانوا خسروا فيه مع الموحدين. وهنا غادي يتلاقاو الجيوش ديال المسلمين الموحدين مع الفونسو والجيوش اللي معاه، وغتسمى هذه المعركه معركه العقاب. للاسف تقلبوا الموحدين. الموحدين اللي كانوا شادين الصهد في الاندلس كانوا مخلينها واقفه على رجليها، خسروا وماتوا فيه الخيره ديال العلماء الفقهاء والسياسيين والواعرين ديال البلاد. البلاد مشات بخير ما فيها، رجعت بوالو ما فيها، حسب ما كيدعي والصبليون الله وعلم، حسب ما كيقولوا هما ان الجيش الموحدين اللي كان طلع لتما خسر حتى الشاره ديال الملك ديال المغرب. وحده من هاد الشارات تحفه، تحفه فنيه مازال الى حد الان في متحف بوركوس، كيسميوها لواء معركه العقاب. كلها الغاز وكلها كودات، كتعبر على النيفو والفن والابداع اللي كانوا واصلين فيه الحرفيين للدين ديال المغاربه ديك الساعه. دابا بسم الله غادي نفككوها وغادي نشرحوها مزيان، واستمتع يا مشاهد. سيداتي وسادتي، ليديز اند جنتلمن، رحبوا معايا بالفن المفقود، العقاب. ولكن ملي كتحقق مزيان كما كيبان لك هنا، شنو كيبان لك؟ كيبان لك بان كلمه الملك كتعاود 8 د المرات. الملك يعني الملك لله اولا، ومن بعد الملك لخليفه الله. وهنا كنشوفوا بان كاين النجمه الثمانيه طاغيه على هذا الشكل، كنلقاوها هنايا معاوده بزاف ديال المرات، وحده في وسط وحده في وسط وحده، وكنلقاو عاوتاني الرقم ديال 8 هنا لتحت، 8 ديال الاهله. الموحدين كان عندهم واحد التطلعات انهم يوليو ماشي غير ملوك ديال المغرب ولا ديال شمال افريقيا، بل خلفاء العالم الاسلامي، فكانوا عارفين علاش كيوظفوا الرقم 8، لان كاينه آية قرآنية كتقول بأن عرش الرحمن الملك كيرفعوه 8 ديال الملائكة. هذه هي الرسالة اللي كتعكس التطور الفكري ديال الموحدين. ما كاين حتى شي حاجة محطوطة بشكل اعتباطي، كل شيء مدروس وكل شيء مسيس إلى أقصى حد. كترجع للنصف الأول من القرن 13، أي أنها وقعت في يد القشتاليين بين معركة العقاب وسقوط إشبيلية 1240. وهاد الفترة هادي ديال التدهور ديال الدولة الموحدية، حيث من بعد المارينيين اللي غيبداو السيطرة على المغرب وتشكيل نظام سياسي جديد. شوف المارينيين باختصار قال لك سيدي حنا ما غاديش نبدلو هاد الرايه، غنخليوها كما هي بيضاء ومذهبة، غير هو حنا غادي نديرو لها دلالة ديالها، غنكتبو فيها كتابة كتعنينا حنا، السلطة ديالهم كذا، ماشي شي اختلاف كبير. داروا لها دلالة ديالها وجاو كتبوا لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد الرحمن الرحيم. علم بشوية بشوية غادي نوصلوا للخير ديال الخير. نرجعوا دابا ركز معايا مزيان، حيت الأمور غادي تبدا تعاود تلون وتخربق وغادي تلفنا راس الخير. هاد المارينيين في آخر المطاف ما قدوا يدافعوا على الأندلس كي الموحدين، ما قدوا يدافعوا على الأراضي المغربية لدرجة أن القشتاليين دخلوا واحتلوا لنا تطوان، والبرتغاليين دخلوا واحتلوا لنا سبتة. وهنا مع المارينيين بدات النقطة الكحلة في التاريخ ديالهم، أنهم بسببهم تحتلات سبتة. المغاربة فاش وصلتهم الخبر في ربوع الإمبراطورية كلها سخطوا، وداروا ثورة طيحوا فيها الدولة كامل. والمغرب ولا بحال شي كي كان فتان فرتة، كلها كيهز رايا، كلها هز الدولة ديالو بوحدو، كلها كيقول انا هو الحاكم. المهم المغرب طيح. المغرب منين بدا كيتفتت بداو كيبان لهم واحد الرايات صغيورين ديال كل جماعة وباغيين يوليو يشدوا الحكم. وهنا أول مرة بدينا كنشوفوا الرايات ديال المرصات، بحال المرصة ديال بادس، المرصة ديال سلا، وشي مرصات أخرين، ولكن هادو كانوا رايات كيمثلوا البحر، السفن البحرية وصافي. واش غنديروا دابا؟ غتبقى نسيت هاد الكاميرا يلاه جيت لها، غتبقى البلاد هكا مشتتة بلا هبة بلا والو. يا ودي ودي القرايه يا ودي، المال سايب، دار خاويه بلا بيبان. اجمع يلا هما غادي يدخلوا وحدين جداد، دخلوا دخلوا الزيدان. الله اكبر. هاد الزيدانيين هادي راه مالوفاش، ما سمعتهاش انا قبل ولا قريناها في الجامعات، ما سمعتش هاد السميه هادي. ماشي السعديين هما اللي جاهم بعد الوطاسيين؟ اه
داكشي اللي كاين. غير حنا كنا كنقراو السعديين بزاف، وفي الحقيقه هما اسره حكيمه، عائله حكيمه سميتهم العائله الزيدانيه، وهي اللي غادي يخرج من بطنها من كرشها عبقري وزمانه المنصور الذهبي. مات السلطان على السلطان احمد منصور بالله بايع. الله يبارك في عمر مولاي السلطان. الله يبارك في عمر مولاي السلطان. المهم انا ما جبتش الرايه من الاول مع المنصور الذهبي، حيت المنصور الذهبي خلى نفس الرايه البيضاء من ذهبت الكتاب، غير بدل الكتابه. فهنا الرايه البيضاء بدات كدوز مده طويله في المغرب. هاد الدول كاملين اللي كنا كندوي عليهم من نهار بانت الرايه في الكحله ديال المرابطين وكذا، باقي كنهضروا على بيضاء وفيها كتابه مذهبه. الرايه ديال المنصور ولات من بين اشهر الرايات في العالم الاسلامي وفي العالم كامل، رايه قويه قد قد الخله، رايه المنصور. ولكن للاسف تقطعت ماشي وهو حي، تقطعت من طرف ولاده، حيت ولاده نهار مات قطعوا البلاد طرف طرف، شي كيشرق وشي كيغرب. عاود مشات الهيبه ورجعت للبلاد كي كفتات، كلها شات طريف كياكل فيه، والارض مشات وما بقى العز اللي مشى غير الفوضى والرفات. من بعد داك العز كامل وديك الوحده كامله وداك النظام كامل تفرتكات. جاب ابي المحلي وصحابه والعياشي وصحابه والخضر غيلان والدلائيين والسملاليين وولاد حراس. المهم من الاخر المغاربه طلع لهم في راسهم هادشي. واحد الوقيته كتوصل الاخبار من تفيله، شكون اللي غيبان دابا؟ واحد السيد كيتيقوا فيه فلاله وفارس وكيحلم غير يوحد المغرب. مع الوقت بحال داكشي ديال السوشيال ميديا بدا كيتشهر كذا كيبان مع الناس وصافي، الناس بدات كتيق فيه. هاتي راه كنشم ريحه المدفونه والتمر في هادشي هذا. سيداتي وسادتي، ليديز اند جنتلمن، رحبوا معايا بجدنا الاول، حنا ولاد كيتا فيلالت، مؤسس الدوله العلويه محمد بن الشري. العائله الفيلاليه دار فيلاله بدات كتولد العزاله، وكل عزري فيه سلطان، والناس كانوا كيظنوا باللي السلاطين العلويين غاديين يديروا كما داروا بني عمهم السعديين اللي هما الزيدانيين، غيهزوا رايه المنصور بيضاء، الرايه اللي كنا معتادين عليها. بالحق اللون الجديد اللي غادي يبان خصوصا مولاي رشيد ومولاي اسماعيل كانت خضراء. ملي بدينا الفيديو لدابا ما شمينا ولا شفنا ريحه الخضر، ولا يزيد يزعزعني هذا الخضر اللي كنهضروا عليه هو اللي مازال في الرايه الى حد الان. دابا حنا بدينا كنوصلوا لراس الخيط، حنا بدينا كنشوفوا الالوان بدات كتكون، ولكن شي حاجه نسيناها، شي حاجه ماشي هي هذيك. نسيت ما قلت لكمش، الزوايا والطرق الصوفيه كلهم كانوا كيتلونوا بالخضر، كان عندهم شي حاجه اساسيه. هاد الناس اللي كنهضروا عليهم راه كان عندهم اتباع، ولا قالوا كانت ولا قالوا ما كانتش. وكان ديك الساعه اللون اللي داير البوز في المغرب كامل هو اللون الاخضر، حيت الطرق الصوفيه في المغرب كتقول باللي اللون الاخضر هو لون الجهاد، الى تهزات الرايه الخضراء يخرجوا المغاربه يجاهدوا، وهو لون الخضر، وهو لون الرسول عليه الصلاه والسلام. اللون الخضر كيعبر على البيت النبوي الشريف، الرمز ديال الخضر عوض البيض في العينين ديال المغاربه، علما ان البيض دوز مده طويله في المغرب ومع بزاف ديال الامبراطوريات. غير بديك الفرق ما بين هاد الامبراطوريات والدوله العلويه داز واحد المده طويله، الناس صافي نساو داك الرايه، منين جاو يبداو يقلبوا على رايه جديده جابوها بمفهوم ديني خضر. وهنا السلاطين العلويين خصوصا مولاي رشيد ومولاي اسماعيل شدوا هذا اللون كارث ديني من السلاله ديالهم. المهم باختصار السلاطين العلويين في الاول ما قدروش يحتكروا الرايه الخضراء، علاش؟ كانت مشهوره بزاف وكلشي كيخدمها. هنا قرروا انهم يقلبوا على البديل. يوجد في البحر ما لا يوجد في النهر، في السواحل كيبانوا السفن ديال العلويين جايين من البعيد، على راس كل وحده فيهم في الراس الفوق فيها واحد الثوب كيديه الريح ويجيبو. إلا جبتي شي راجل كبير عينيه فيه الجلالة وجلستيه في المرسى وقلتي له يشوف، ما غيغلطش في اللون ديال هذيك الراية. البحر زرق والسما زرقاء واللون الأحمر باين مشعشع في السفن العلوية. أول مرة غادي يبان لنا اللون الأحمر. عاود دابا اسمع معايا، الأحمر باين شوف. من بعد ما السلطان العلوي بدا كيوحد المغرب كامل غادي يوصل لسلا، والأغلبية راه عارف شكون كان في سلا، قراصنة. غير هو القراصنة راه كانوا في الرباط، سلا جديدة ديال شحال هادي اللي كانوا كيلقبوها بسلا الجديدة، داكشي علاش كانوا كيقول لهم قراصنة السلا. ما علينا، السلطان العلوي دخل ما عندنا ما نديرو هاد الروينة وهاد الشيء هذاك، ردوك السفن، حيد داكشي كامل، كلشي يتبع الدولة وحدة. وهنا بدا اللون اللي كان عايش غير في البحر كيقرب للأرض، ولا كيبان في المواكب المخزنية ديال العلويين الأحمر، خصوصا في الوقت ديال مولاي إسماعيل ومولاي محمد بن عبد الله، كلهم علويين. وهنا شكون اللي غادي يقول لنا هاد الشيء؟ المصادر الأوروبية، الرسامين والفنانة اللي كانوا كيرسمونا شحال هادي، كيرسموا هاد المواكب وكيشوفوها كيرسموها أو كيسمعوها، كيرسموا فيها العالم الأحمر اللي كان في المواكب، وكيبان لك رسمين حتى العالم الأخضر، الأحمر والخضر هاد المرة مجموعين في دقة واحدة، في موكب واحد. مور السلطان العلوي للمرة الأولى كتفهم علاش اللون الأخضر والأحمر في راية واحدة، علاش هاد الألوان بالضبط بعدا. الرمز ديال الأخضر والراية الخضراء ولات كتمثل في المواكب ديال السلطان رمز ديال السيادة الروحية، والأحمر رمز ديال السلطة والسياسة، ديال القوة والملك. للأسف باش بدا المغرب كيتلو
الأول جات أوروبا. طراو بزاف ديال التحولات السياسية وقوات أوروبا والتكنولوجيا والروينة الكحلة، وحنا كنا مازالين معطلين بزاف. دخلوا النصارى. فرنسا غلبت المغرب في معركة إسلي، والصبليون بداو يدخلوا للصحراء ويسيطروا على ود الذهب، والكمالة ديال داك البؤس راكم عارفينها. ايوا طبعا هنا المغاربة غادي يكونوا كيقاوموا الاستعمار وغيبداو يبانوا لنا الحركات ديال المقاومة من الشعب. محاو حمو هز راية حمراء، ومحمد بن عبد الكريم الخطابي حتى هو هز راية حمراء فيها مربع ابيض وهلال ونجمة سداسية خضراء. وعاد القبائل ديال المقاومة اللي كانوا كيهزوا رايات حمرين وفيهم نجمة ثمانية وسداسية وخماسية وكلها وكيشاس، كانوا بزاف ديال النقاط مشتركين بيناتهم في الالوان والرموز. الشهر وحده في هاد الرايات واللي كانت دارت البوز في السوشيال ميديا وانا براسي كنت غلط فيها هي هادي، ماشي البيضه اللي موراها. وفي السوشيال ميديا كيقولوا بلي هادي كانت هي الرايه ديال المغرب القديمه، وفي الحقيقه هادي معلومه غلطه كنت انا غلطت فيها ومشيت فيها الزالك. وعرام اللي كانوا مشاو فيها زالكين، ولات هاد الرايه بحال شي حاجه مقدسه، بحال شي حاجه ضروري تصنع تعرفوا بها. هي في الحقيقه كانت فقط رايه غنمتها فرنسا فاش دخلوا على قبيله المنابه بالضبط في 1908، هزوها داوها وراها بقى الى حد الان. ها هو العلم الاحمر اللي كتوسطو النجمه الثمانيه المذهبه، غنموها الفرنسيين بين 1908 و1912 ديال غزو المغرب. وهاد الاعلام اللي اقدم واحد فيهم كيرجع ل 1908 وكان علم ديال المنابه موجوده كلها في المتحف العسكري في باريس، يعني الطراف ديال الثوب باقين وما عنده حتى شي علاقه بالمارينيين الزيدانيين. ولاو كيحتضنوا اللون الاحمر والخضر والنجمه السداسيه والثمانيه والخماسيه كرمز للمقاومة. هنا بداو المغاربة كيلقاو داك كيقلبوا على ريوسه، كل واحد بمقاومة ديال والرمز ديالو واللون ديالو، ولكن كلهم كيتشابهوا. والدليل على هادشي اللي كنهضروا عليه ان فرنسا كل ما دخلت القبيلة ولا هزمتها ولا دخلت لشي مقاومة وطيحتها ضروري كتلقى عندهم واحدة من هاد الإشارات اللي الانسبيريشن الأولى ديالهم كانت من الزخارف والفن ديال الحرفيين والخطاطين اللي كانوا عند المغاربة القدام، كما كانوا كيديروا في عهد المرابطين وفي العهود الأخرى، كيبانوا في الفلوس في الزرابي في الآتات في الحيوط في المنابر ديال الجوامع النجمات. اي تصميم غيتخيلوا على بالك في الفسيفساء غتلقى فيه النجمات. الموزونه وصلنا للاخر ديال الخيط، اسمع مزيان. اخر الخيط ديال هاد الرايه غلقوه في المصادر النهار اللي السلطان مولاي عبد الحفيظ غادي يعطي امر بالصك ديال الموزونه. وهاد الموزونه شنو هي؟ شنو كتعني؟ ها هي فلوس فيهم نجمه خماسيه اللي هي كاينه في هاد الرايه. تسنى بلاتي، الموزونه هنا كانت فلوس كتدور بين يدين المغاربه، وماشي غير يدين المغاربه فقط، حتى فرنسا الحمايه الفرنسيه اللي كانوا ديك الساعه، حيت راه غير من بعد بشويه غير شهور قليل دخلت فرنسا وفرضت الحمايه على المغرب. غادي يبانوا لنا العسكر ديال فرنسا وداكشي ديال فرنسا، وغيبانوا لنا الاعوان ديال الجمارك ديال فرنسا. فين كيكونوا هاد الاعوان؟ بما ان هاد الاعوان كانوا هما اول المتحكمين في السفن العلويه، سفن مغربيه عندها رايه حمراء، كانوا كيتحكموا في السفن اللي تدخل وشنو تخرج من السلعه وداكشي. اش داروا في هاد اللقطه هما؟ قالوا هاد السفن هادو كامل اللي كتنتمي للدوله المغربيه هذيك الرايه الحمراء، باش نبداو نميزوهم اكثر غيدار تما واحد الرمز اللي كيمثلهم. شنو هو هذا الرمز في نظركم؟ الموزونه، النجمه الخماسيه اللي الانسبيراسيون ديالها من الصباح حنا كندويو عليها. هاد النجمه ديال الموزونه الخماسيه بالنسبه ليهم من لحيتو القمليه هذا هو اكثر رمز كيعبر عليهم، وهما داروها ماشي ذكاء منهم وتخيلوا الغرب عباقره داكشي، راه غير من لحيتو القملو، حيت ما كانوش يقدروا يديروا شي رمز اخر او شي حاجه اخرى وما غيقبلها له لا السلطان ولا الشعب ولا المقاومه اللي كانت طايده ديك الساعه. وفعلا هادشي اللي كان من تاريخه ميزو، وديك الساعه ولات السفن المغربيه كتشهر بهذا الرمز ديال رايه حمراء ووسطها نجمه خضراء. وبالضبط في 1915 ولات هذه هي الرايه الرسميه للمغرب، وهنا غادي ينوضوا يجعروا الحركات الوطنيه. كيخرجوا في مظاهرات ضد فرنسا وكيهزوا واحد الرايات كيكونوا دايرين. اشد اعداء فرنسا ديك الساعه هما من بين الوالى اللي تبناوا العلم الوطني اللي كيمثلهم هما وكيمثل المقاومه ديالهم. وباش قتلتي باش تموت العدو، وبداو كيعبروا على المستوى الفكري ديالهم وغيبداو يمارسوا العمل السياسي ديالهم وعوارض ديالهم بان الرايه المغربيه والعلم الوطني خصو يتحترم، وغيجي اول عيد العرش اللي غيثبت هذا البلان هذا وغتهز الرايه ديك الساعه. راه كانت شي حاجه في شكل انها تكون رايه عند المغاربه اصلا، راسكم تفهموا بنادم راه ما كانش كيقدر من بعد ولا كيقدر وكيعبر على راسه بواحد العلم كيمثلو كيف ما قرون مشات كان كيمثلو. ويلا وصل المعنى لا فايده من التكرار. جاء الاستقلال وانتم عارفين القصه، ولكن سمعوني مزيان غنهضر غير على راسي بوحدي، وانا عارف بزاف ديال الناس حتى هما واقع لهم نفس البلان. شحال من مره كنت كنهز هذا الرايه، مئات المرات اللي هزيت هذا الرايه وافتخرت بها
برا المغرب وداخل المغرب، ولكن من بعد ما عرفت التاريخ ديالها والقصة كاملة بالتفاصيل ديالها، وليت دابا منين كنهزها ولا فاش غادي نهزها من بعد، لا الإحساس ولا الفهم ديالي لهذا الرمز كامل مختلف كليا. لأول مرة في المغرب الناس غادي يهزوا الراية وغادي يعرفوا علاش هزينها وغادي يعرفوا باش يجاوبوا، لأننا لا حنا ولا الرموز ديالنا ماشي ولاد البحر. وهاد القرون اللي كنا كنهضروا عليها وبدينا من مكة حتى وصلنا لهنا ما جاتش بين ليلة وضحاها وصافي. هادشي راه كيكون الانسان المغربي، هاد الانسان اللي كتفرج فيا انت دابا كيكونك من الداخل، حيت قداش ما عرفتي اكثر على الهويه ديالك والتشبث بها والاصل ديالك والدين ديالك. هادو حوايج بالنسبه ليا الا ما كانوش كتكون فارغ من الداخل الاخوه الا كانت لك صداع عامره والعقل خاوي با غير دير لك صداع ياكل هادو راه كيبقى عايش معنا حتى الليل. هاد الفيديو في الحقيقه درتو باش يبقى للاجيال القادمه، ماشي تفرجوا فيه اليوم ناس وغدا ينساوه، باش يتفرجوا فيه اليوم ناس وغدا يوريوه لولادهم وولاد ولادهم، باش واحد النهار منين ولدك يسولك باش كيتعني هاد الراية ما يبقاش كل مرة واحد كيقول له كلام، باش نكونوا عارفين الأصل، حيت الأصل هو جدرنا. وقداش ما تشبتنا بالجدر عمرنا نطيحوا، وراه الشادة في الله ما كطيحش. درنا هاد الخدمة بزاف ديال الحب وإيكيب تعذبات فيها طبيعة الحال. إلا كنتو باغيين تدعموا هاد المحتوى كاين واحد العلامة ديال شكرا تقدروا تكليكيو عليه باش نقدروا نديروا إنتاجات من هنا لقدام ومبقاوش نتعطلوا في يوتيوب عام ونص بزاف. حاجة أخرى، بارطاجي هاد الفيديو أي بلاصة كتعرف أي واحد غيستافد منه، وكيف العادة ما تخليش بنادم يحكرك وعطيه على ودنه لا طغى غير بالفكر. تبارك الله إخوان، المراجع ما تلقاوهم في الديسكريبشن، تلقاوهم هنا. الله يعطيك الصحة، تبارك الله، الله يحفظك، الله يحفظك.